بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في ميراث الأمهات. للأم ثلاث حالات: الحالة الأولى ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بسم الله والحالة والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. ونحن في كتاب المواريث من الملخص الفقهي، ونتكلم الآن على ميراث الأمهات. أول شيء بالنسبة للسدس، كما قال صاحب الرحبية: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. إذن الأم هنا حيكون لها ماذا؟ لها السدس. لكن هذا السدس متى يكون للأم؟ متى يكون للأم؟ متى يكون الأم هنا السدس يا شباب؟ إن كان له أولاد شيخ، عندما توفى زوجها يا شيخ، عندما توفى الزوج. لا، احنا إذا توفى زوجها. لا، الأم مش الزوجة، ميراث الأم. متى الأم لها السدس في ابنها؟ في وجود الفرع الوارث. في وجود الفرع ليش؟ الوارث. ارجع تاني يا باشمهندس، اقرأ ما كتب المصنف. ماذا كتب؟ نعم شيخ، ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، ايوه تفضل. ايوه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة. ممتاز. اذا مع وجود الفرع الوارث من ابناء، يعني مثلا نقول هلك هالك عن ام مثلا. الان لكي نرتب الان هذه المسألة، احسن الله اليكم، نقول الان هلك هالك عن أم وابن وأخ وأخت، فهنا الأم تأخذ السدس والباقي للابن، والعم والعمة محجوبان بوجود الفرع الإيش؟ بوجود الفرع الوارث. طيب، هذا في الحالة الأولى اللي هو في حالة وجود الفرع ليش؟ الوارث. طيب نتكلم على حالة وجود الفرع الوارث أو ابن ابنه، يعني هلك هالك وما ترك ابنا، لا ترك حفيدا، ابن ابن وبنت ابن وأخ وأخت. يبقى الأم هنا تأخذ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن الابن وبنت الابن والأخ الشقيق أو الأخت، أو لو كان حتى أخ لأم ولا كذا، كله محجوب بوجود الفرع الوارث. طيب، هلك هالك عن أخ وأخت، ما عنده فرع وارث لكن عنده عصبة، الأم تأخذ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأم لها السدس إذا مات ابنها مع وجود الفرع الوارث أو ابن ابن ووجود المعصب. ووجود المعصب، نعم تفضل. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. والحالة الثانية ترث فيها الثلث، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين،
وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ممتاز. إذن قال الرحلي: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوات جمع ذو عدد. هذا الكلام اللي الآن قال: متى ترث الأم الثلث؟ لما يكون هلك الهالك وما عنده أولاد، لا ذكور ولا إناث، لا فرع ولا أبناء، أبناء طبيعي يعني ولا أحفاد، ولا من الإخوات جمع ذو عدد. طيب إيش هو الجمع ذو عدد؟ يعني لا في فرع وارث ولا معصب، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. ممتاز. إذن هلك هالك عن أم وأخ ففي الحالة هذه سيكون إيش؟ الأم لها الثلث. طب هلك هالك عن أخت، أيضا الأم هنا تأخذ إيش؟ تأخذ الثلث، لأن إحنا قال لك يعني الجمع ذو عدد يعني ما يكون اثنتين أو ثلاث فقط، يكون ولد يعني يكون معصب واحد أو معصبة واحدة، يا يعني إما يكون مات الميت عن أم وأخ أو أخت. طيب طبعا هذا معنى الكلام إن الأب موجود، مو قصد إن الأب ما يرث. فلو قلنا لو هلك هالك عن أب وأم، الأم هنا تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، عن أب وأم وأخت، وهنا الإخوة محجوبون بوجود الأب، الإخوة هنا محجوبون بوجود الأب. لو هلك هالك عن أم وأب وأخ وأخت، إيش رأيكم؟ لوجود الأب شيخنا. أيوة، هنا العصبة هو الأب، هنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، والإخوة والأخوات الأشقاء كذا محجوبون بوجود الأب، محجوبون بوجود إيش؟ بوجود الأب، أيا كان، سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة لأم أو إخوة لأب، وجود الأب يحجب الجميع، يحجب جميع الإخوة. نعم تفضل. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. الحالة الثالثة: ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتان، لأن عمر بن الخطاب ممتاز، كمل ممتاز. أحسن الله إليكم شيخنا. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، يعني في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسم الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا. انتهى. وهنا قال الرحبي رحمه الله: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ثل الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجات فصاعدا، وهكذا مع زوجات فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين،
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيما كما أوضحه المسطور. إذن الحالة هنا لو أن هلك هالك وترك أب وأم وزوج، فالأم تأخذ ثلث الباقي والزوج يأخذ النصف والأب يأخذ بالتعصيب، تكون المسألة لها ستة أسهم، الأم لها سهم والزوج له سهما ثلاثة أسهم لأنه يأخذ النصف، والأب له سهمان يأخذ الثلث، يأخذ إيش؟ يأخذ الثلث، وثلث الباقي تأخذه الأم. طيب كما قال، طيب ويكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. طيب لو كانت زوجة كذلك، لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة، الأم تأخذ ثلث الباقي والزوجة لها الربع فرضا والأب يأخذ النصف تعصيبا، النصف تعصيبا، تكون مسألة من أربعة أسهم، سهم للأم وسهم للزوجة وسهمان للأبي وسهمان للأبي. طيب وهذه تسمى المسألة العمرية نسبة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد قضى فيها. ولها صورتان، والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة، يعني ما في فرع وارث ولا معصب، هذا بنص القرآن. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود، ولا ترث ثلث المال كله. الصورة الأولى كما قلت لكم، هلك هالك، يعني حتكون امرأة طبعا، عن زوج وأم وأب، فالزوج حياخذ النصف فرضا، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب يأخذ الباقي كما وضحنا لكم، فتكون المسألة من ستة أسهم، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم واحد، وللأب سهمان. الصورة الثانية، هلك هالك عن زوجة وأم وأب، سيكون رجل، الزوجة حتأخذ الربع فرضا، والأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، وللأب الباقي. وعليه المسألة كما مر معنا، ستكون من أربعة أسهم، سهمان للأب وسهم للزوجة وسهم للأم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، هاتان المسألتان تسميان العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء. وقلت ولم يعرف له مخالف، فكان إجماعا سكوتيا، بل وتبعه على ذلك زيد الفرضي رضي الله عنه، وعثمان ذو النورين الخليفة الثالث، وابن مسعود الذي هو مشاش ملئ علما، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن البصري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، والإمام مالك والشافعي رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورحم الله التابعين، وقال به أيضا أصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، يعني عند وجود الفرع الوارث والمعصب، وفي مسألة هنا لا ولد ولا إخوة. واحتج ابن عباس
قول الله عز وجل فلم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وبقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأب ها هنا عصبة، فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد، والحجة معه لولا انعقاد. يا سلام، قالوا الحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على المخالفة. قلت هذا ما ذكرته آنفا، أن لما قضى به عمر ولم يعرف له مخالف من جهابذة الصحابة الأكابر كزيد الفرضي وابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم صحابة أجمعين، كان إجماعا سكوتيا. ولأن الفريضة يقول ابن قدامة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي، كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت، ويخالفه الأب الجد لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها. ولا شك أن عمر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمة ملهمة، ويكن في أمتي يكن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد وافق القرآن والسنة في مواطن ربما بلغت 40 موطنا جمعها أهل العلم، وهذا يدل على فقه عمر وعلى علو كعبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم أحسن الله إليك. باب في ميراث الجدة. نكتفي بهذا القدر. نعم أحسن الله إليك. صلى الله عليه وسلم.